انطلاق موافقة أعزاء الجمهور والحضور الكريم بصدر الأمير دوسولي. ومن الجهة الداخلية تيمبل دوبان عاتج من وسط الجياد والفارس ماركو كازمينتو الرفاع ريسينج. تيمبل دوبان الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني وسفيان سعدي بفارق الطول عن عاتج. الترتيب الثالث الشعار البرتغالي أراغويا. من الجهة الخارجية عزة نفس صبحي عوض إبراهيم وألبرتو سنة. الجياد بشكل كتلة نقطة الألف متر اتجاها إلى المنعطف ما قبل الأخير والصدارة مع تيمبل دوبان. الوصافة مع عتيجة. الترتيب الثالث مع أرجوية. الترتيب الرابع شلع الشق بريزنج وفالع بوغنيم. الترتيب الخامس من الجهة الخارجية نشاهد الجواد أمير دوسولي ومحاولة للجواد طارق دوسولي. المهندس حسن عبد الملك وجيفرين سميث 600 متر على خط النهاية والصدارة تخطف مع الجواد عاتيج. والقادم شلاع الشق بريسنج وفالح بوغنيم. عزة نفس من وسط الجيال صبحي عوض إبراهيم وألبرتو سنة. ولكن عتيج 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 أمير دوسولي من الجهة الداخلية. سعادة الشيخ إيمان بنت محمد بن خليفة الثاني. محاولات لعتيج ولكن أمير دوسولي أمير دوسولي يخطف كأس رأس محطة. مبروك رقم 8 عتيج الملك السادة رفع ريسينج المدرب جاسم الغزالي والخيال ماركو كازامينتو. المركز الثالث رقم 2 عزة نفس الملك السيدة صبحية عوض إبراهيم المدرب محمد خالد الأحمد والخيال ألبرتو سنة. المركز الرابع رقم 7 طارق دوسولي المالك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب ديفي ماوتن والخيال جيفرسون سميث. المركز الخامس رقم 6 شلاع المالك السادة الشق بريسينج المدرب إريك مارتينيل والخيال فالح بوغنيم. لوكاس دولزي الخيال الفائز في أمسية اليوم ولدن. يتفضل الخيال لوكاس دولزي ليتسلم كأس الخيال الفائز. ألف مبروك. نبارك للمدرب رودي نيربون. يتفضل المدرب الفائز رودي نيربون يتسلم كأس الفوز. ونبارك للمالك سعادة الشيخ إيمان بن محمد بن خليفة الثاني. يتفضل السيد دين لافي ليتسلم كأس رأس أم حصال الخيل العربية الأصيلة. ولدان.